بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا احنا دورة التعامل، كيفية التعامل مع كبير السن والمهارة التعامل مع كبير السن. المجتمع القطري اليوم محتاجين الشباب وكل من يعيش على قطر يفتقد مهارة التعامل مع كبير السن. كل هدفنا اليوم ان احنا نطلع من خلال الدورة هذه كيفية التعامل مع كبير السن، انواع البر اللي يتعامل فيها الفرد مع كبير السن، كيف يحبب كبير السن فيه، وكيف يقدر يزرع الحب والعطاء المتبادل ويكون اندماج للمسن في المجتمع. هذه كلها مهارات نستفيد منها ان شاء الله من خلال المحاضرة او الدورة اللي يقدمها لنا الدكتور ايوب الايوب، اللي هي إن شاء الله راح تكون على مدار يومين ومدة 8 ساعات. في الأخير يطلعون من خلالها بمهارات وأساليب وطرق وتجارب حقيقية وفعلية ومبنية على علم في كيفية التعامل مع كبير السن. من ضمن الأهداف الاستراتيجية المؤسسة القطرية عادة المسنين الإحسان هو توعية الأسر بأهمية واهتمام برعاية كبار السن من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الصحية. لذلك فإن المؤسسة دائما على خطط سباقة وحثيثة في إقامة بعض البرامج ومن خلال الخطة السنوية بهدفها توعية المجتمع ودمج المسنين في المجتمع. من ضمنها برنامج آبائي مسؤوليتي، هو يتضمن عدة برامج خلال الخطة السنوية، من ضمنها فعالية مهارة التعامل الإيجابي مع كبار السن لتوعية الأسر والأفراد من خلال تعاملهم مع كبار السن. طبعا احنا دائما نختار من خيرة الأطباء والمختصين في هذا المجال اللي يحاول يوضح الناس من خلال دورة تدريبية اللي قيمت على مدى يومين 3 إلى 4/6/2014. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا اليوم أكون في هذا الصرح المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وفي ملتقى حول بيوت البر أو مهارات التعامل الإيجابي مع كبار السن، وهو شيء ترعى دولة قطر بدءا من دستورها إلى اللوائح إلى هذه المؤسسة اللي هو العمل المؤسسي اللي يهتم بشريحة كبيرة من آبائنا وأمهاتنا، وإحنا زبائنهم بعد فترة. إحنا نفس الشيء لما يقولون مو كبار السن بمعنى المسنين، لا ابدا، مثل ما يسميهم الغرب سينيور سيتيزن، ما يسمونه هناك مسن، سينيور سيتيزن يعني مواطن، خلينا نقول من الدرجه الاولى، مواطن متقدم. والملتقى كان عن شلون نقدر ندعم البر في بيوتنا في قطر، شلون نقدر نخلي الاباء اكثر لطفا وقربا من الابناء، ونخلي الابناء اكثر تقديرا وحبا للاباء. الآن شيء الجميل في هذا البرنامج إن العادة أغلب البرامج اللي في الدول العربية أغلبها تتكلم شلون الآباء والأمهات يعني يجدون احترام الأبناء، نعكسها كيف الأب يبر والدينه وأبنائنا على العين والرأس راضين، لكن كل المحاضرات عليك يبر الوالدين، عليك يبر الوالدين، عليك صح تمام.
طيب في جهة أخرى الآباء أيضا كيف يبرون أبنائهم، وإحنا لذلك نقول يعني ساعد ابنك على برك، هذا من الأثر ورد في الأثر، ساعد ابنك على برك لا تدفع إلى العقوق، فهي علاقة تبادلية جميلة تحت مظلة البر. هذا كان محور اللقاء في اليومين، وأعتقد المؤسسة سوت شيء جميل جدا كإجراء. العادة البرامج الطويلة تخلي الأمهات صعب يحضرون 4-5 ساعات، هم خلوه على يومين، ساعتين ونص ساعتين ونص، بحيث تستطيع الأم تأدي بقية واجباتها في البيت من تدريس أبناء أو من حقوق أخرى، فما أخلوا فيه وقسموه. وأنا أعتقد هاي تجربة يعني في رأيي ناجحة جدا، خاصة للأخوات أو الأمهات اللي عندهم ظروف صعبة. أنا سعيد جدا أن أكون هني وأكرر شكري للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين.